نظرك أنت للمرأة اللي تتعرض للعنف، تتضرب، تتهان، تتقهر وتتحمل وتقعد في الدار، أنت حسب رأيك قوية ولا غبية؟ غبية. حسيتك قلتها من قلب قلبك. غبية. اللي تتحمل العنف وتتحمل الضرب وتتحمل الإهانة، بالنسبة لي أنا مرأة غبية. برشا يقولوا يلزمها تهني على روحها. لا لا لا، بالنسبة لي أنا ما لهنا ماهوش مربوط علاش تهني على روحها تتضرب مرة واثنين. بالنسبة لي أنا حاجتين ما نقبلهمش، العنف اللفظي والعنف البدني. أنا إنسانة كيفي كيفك، علاش تضرب فيا وعلاش تعنف فيا؟ أنت ماخذني إنسانة، فهمت؟ مش حيوانة. هو حتى الحيوان وما يحملش العنف، خليه الإنسان. فما رجال يقول لك استفزتني، الله غالب، شيطان أحضر. ليه؟ وانت مخك شنو تعمل بيه؟ مخك شنو تعمل بيه انت؟ باش راجل، الراجل قوة مش في البدن، راه الراجل قوة في المخ وفي الرزانة وفي الشخصية. هي كان باش تستحمل، مش تستحمل على خاطر صغارها، اما الكل شيء عنده حدود. يعني لازم يجي وقت وتقول ستوب لكل شيء، معناها كسوا للضرب وللمعاملة لبرشا حاجات. حتى كانت تستحمل على خاطر صغارة زادة، كيف كيف عنده وقت ويفا كل شيء. نتصور حسب النشأة نتاعها وحسب التربية نتاعها، المرأة تنجم تتقبل الوضع اللي هي فيه. إذا كان معناها نشأت في بيئة فيها نوع من الحرية، فيها نوع من الإيمان بقيمة الإنسان، ما تكونش ما تقبلش الإهانة وما تقبلش معناها أنهم يضربوها ولا يتعدوا عليها. بينما إذا كان نشأت في محيط معنا ولا في بيئة تتعامل فيها عبارة على إن سوراس، باش تكون في الوضع تقبل الوضع اللي هي عليه. سيو نحكيو على نساء تقول لك انهني على روحي. سي نورمال تقول لك انهني على روحي، على خاطر إن فوا المرأة إذا كانت تعرس تولي مسؤوليتها أكبر أونفير سوا ميم وانفير سون ماري وانفير لي زونفون، على خاطر مسؤوليه الاطفال اكبر مسؤوليه، اكبر من انها تفكر في روحها فقط. هذاك علاش هني على روحها، هني على روحها اذا كان ولد عندها عائله ترضى برشا تتنازل، ترضى برشا تنازلات. انت مسيو عنفت المدام مره؟ جامي كان عنفتها وجامي كان حطيت عليها ايدي تو سامبلومون. علاش؟ ثم حد ادنى نتاع احترام ونتاع قدر، وثم خطوط معناها حمراء اللي مين اتوار ما نوصلوا لهاش خلاص، اللي هي الإهانة معناها بيتم بالواحد ما نوصلوش للقضاء، مشاكلنا نحلوها في الدار. والإهانة الإهانة في مظاهرها الكل، في الضرب ولا في الكلام مش باهي ولا في تو. دونك انت مسيو ما عنفتش المدام؟ جامي كان عنفتها المدام. خلينا نتأكد كلامك، خلينا نتأكد ساعة من المعلومة اللي كنت تحكي لي فيها، اللي انت جامي عنفت المدام. قل لي لله عنفك شي مرة؟ لا، جملة. إنه احنا نسين بربشوا هكا شوية مدام ونستفزوا عنك الفازات ذوكم. لا لا لا، عمره ما عنفني وديما متفاهمين، وحتى كي تقع هكا مشكلة بسيطة يعني نحلوها في الدار وتتعدى معنا بطبيعتها. الخلافات متاعكم كيفاش تتصرفوا؟ خلافاتنا نتناقشوا، نتواصلوا، فما تواصل، نتناقشوا مع بعضنا، وما توصلش انا باش يعنفني ولا نو جامي. يعني هو يبدا متغشش هكا وكشكش وطالع وكل، انت كيفاش تعمل؟ انا نسكت نخليه حتى يهدى ويريد وبعد نناقشوا بالكدا في الموضوع. اما كي انا نشد معاه وقت اللي هو يبدا متغشش وكل، اكيد باش توصل مواصل معناها مش باهيه. دونك هاكا نخليه حتى يهدى، نعطيه حاجه معناها يهدى وكل، وبعد نتناقشوا في الموضوع. دونك لهنا المراه عندها دور في حكايه العنف؟ اكيد المراه عندها دور كبير. هي توصل روحها العنف ولا لا؟ المراه عندها دور. يقولوا المراه هي اسفنجه تمتص الغضب هكا. نجم تكون صحيح. المراه زاد انسان وعندها حتى هي حد ادنى معناها نتاع معناها غضب وغش ومعناها تتشنج وكل، مي المراه ديما هي اكثر، هي اللي تصبر، يعني هي اللي اكثر من الراجل. نحسها هي صحيح اسفنجه تمتص الغضب الكل. مادام انت متزوجه؟ انا مفارقه، اللوج على ولد حلي. ربي يسهل لك يعيشك. ديفورسي معناها؟ نجم تقول. عنفت الزوج؟ لا. الاخ اي
من الاخ كنت صغيره كنت مضطهده يعني، اخويا صعيب برشا الله يرحمه. اما الزوج لا بصراحه يعني كان الكلام القوي الجارح. لا مش الجارح، القوي سمع عنف. تقول انت عنف لفظي؟ لا ماهوش عنف لفظي، انسان مثلا يصيح يعيط اما باش يسمع الكلام ولا يضرب لا. انت متزوجه وتعرضت لعنف جسدي مثلا، كيفاش تعمل؟ عقاب. بمعنى؟ خاطر الاهانه حد ما يرضى، خاطر حتى اذا كان هو تسلط عليه العنف هو ما يرضاش. شو كيف انا ما نرضاش العنف. انت تعنفت؟ لا مستحيل، عمري ما تعنفت. عندك توازن هكا في علاقتكم ولا باس؟ الحمد لله عرفت نختار، اخترت رجل مثالي بالنسبة لي أنا، مثقف شخصيته قوية والحمد لله عايشة في مجتمع معناتها في انتوغاج كي اللي بغي. وانت تجاوبي على السؤال متاعي وفي عينيك لمعة رهيبة. خاطرني فرحانة في حياتي وكهو. المرأة اللي يكون رجلها عنيف كيفاش تعمل معها حسب رأيك؟ بتحاول تصلحه، ما بالنسبة لي أنا تحاول تصلحه، ما صلحش ربي معاه. تقول انت تعطيه وقت؟ تعطيه وقت، تحاول معاك، خاطر شوف اغلبيتهم في تونس يستحملوا الشيء هذا، وتقول لك نصبر على راجلي خير من صبر دارنا عليا وكل شيء، فهمت؟ الاخر كل شيء عنده حدود، انا بالنسبه لنظرتي انا ما نعديش الحاجه هذيك معناها. انت معناها ما تقبلش راجل يضربك؟ لا يضربني لا حتى شيء معناها. لا اول مره لاخر مره؟ جمله. هز يده كهو. هز يده ربي معاه، خاني كيف كيف ربي معاه كهو. تقبل الستاتيو مطلقة؟ فما برشا مطلقين عاودوا حياتهم عادي. تقول انت الحياة ما تحبس على حد؟ ما تقف على حتى حد الدنيا مهما كان، راجل مش راجل كيف كيف، مطلقة عندها الحق باش تعاود حياتها زادة. ما تراش اللي نظرة المجتمع متاعنا للمرأة المطلقة قاسية شوية؟ هذيك نظرة المجتمع متاعنا قاسية شوية، معاك في الحاجة هذه. أما زادة مش نقتلوها زادة، المرأة عندها الحق زادة باش تعاود حياتها مرة أخرى. فما نساء تقول لك نصبر على خاطر صغاري باش من نهملش صغاري بلغتنا. بالعكس، انا صغاري باش يتربيو في بيئه سليمه وباش يتربيو اكيليبري، ما يزمهمش يشوفوا العنف بين بوهم وامهم. كيفاش باش يكون الصغير كيف يكبر وتقعد صوره بوه يضرب في امه، شنو باش يطلع؟ شو باش يكون؟ باش يطلع عنيف حتى هو يمارس العنف في الوسط نتاعو. وباش نبداو بالوسط المدرسي، اول حاجه اول بلاصه باش يمارس فيها العنف نتاعو الطفل في الوسط المدرسي، في انه شاف بوه وامه يتعاملوا بالعنف. يعني شنو الحل؟ الحل اول حاجه الساعه معناتها المراه لازم تعرف وين تحط ساقيها، تعرف تختار شريك حياتها، لازم تكون مقتنعه به، ولازم يكون هو معناتها تربص روحها وتاخذ رجل شخصيته قويه قويه قوية، مش هو قوي باش يمارس القوة عليها هيا. وفي حال سيبو هي اختارت ولكن فما حاجات بعد تبدلوا وخلته يكون مثلا رجل عنيف يضرب يكسر يعمل كل شيء، فما حلول. بالنسبة لي أنا ضد إنها مرأة تتضرب وما تمشيش تشكي برجلها، تمشي تشكي به، خاطر إذا كان باش تسكت نهايتها باش تروح في صندوق لدارها. وشنو انت مستقبل ولادها باش يكون؟ شنو مستقبل الصغير كي باش يكبر بعقده بابا قتل امي؟ شنو باش يطلع الصغير؟ روح مطلقه خير من روح في صندوق. نسيت تقول لك نصبر على خاطر صغاري باش نعمر داري. ايه هاني قلت لك انا تقول لك باش نصبر على خاطر صغاري، اما زاده عنده حدود عنده وقت زاده، لازم تقول باش تصبر على خاطر صغارها سامحني، تقعد تتقبل في الضرب وفي السب وفي برشا حاجات. هي فما نساء يقبلوا اوكي، اما فما نساء لي. حسب رايك علاش الراجل يعنف المراه؟ علاش ما يشوفش حل بالكلام بالنقاش؟ مرض هذاك مرض، خاطر فما راجل ما نعرفش كيفاش نفسر لك، كي ما توقفوش هي عند حد عمره ما باش يقف الراجل. الراجل انت كان باش تخليه مره يحط يده عليك روحيته كان باش عادي يحط في يده عليك، معناها فهمتني كهو. معني اللي باش يضربك مره راه باش يضربك مرتين وثلاثه ويمشي ويقوى الضرب نتاعو. وانت العنف ما عندوش مبرر؟ ما عندوش مبرر العنف، كان ما توقفوش انت حتى كان غلطت ما توقفوش انت عند حد، ومن المره الاولى راه باش يتمادى اكثر واكثر. احكيو في فرضيه كونها صبرت على خاطر صغارها،
العنف ومشاهد العنف هذيك اللي تصير بين المراه ورجلها تاثر على الصغار؟ اكيد اكثر. الصغار باش يطلعوا معنا نفس الحاجه اللي يشوفوها في ابوهم باش تطلع فيهم هما معنا كي يكبروا. اي شو الحل معناها؟ وهي كانت تحب وهي كانت تحب صغارها معناها وتحب تعيشهم حياه صحيه تطلق رجلها وتعيش تعيشهم في بيئه باهيه، تعيشهم في حاجه خير من اللي هما كانوا باش يعيشوها. زعما الراجل يقبل اخته تجيه معنفه من زوجها؟ حتى راجل باش يسمع اخته ديجا ضربها شكون راجلها معناها ولا حتى شكون باش ينفعل وباش يقول ما يجيش وكل. ماذا بيا كل امراه تحب روحها، لان في 2021 تكون قويه وتحب روحها وما تخلي حتى حد يحط يده عليها ولا يطيح لها من قيمتها وقدرها. فما تصبر على خاطر حتى حد، خاطر الصغار تنجم تعيشهم هي واحدة خير من اللي تعيشهم مع راجل يكون عنيف برش. زعما؟ ايه. عادة الرجال يكون العذر متاعه الوحيد يقول لك الله غالب، استفزتني، شيطان أحضر، هي عملت هكا عكستني، ديما يلوم على المرأة، وأنا أديت الفعل هكاكا. لا مستحيل، كيما المرأة تحترم رجلها، الراجل لازم يحترمها زاد. تو سامبل، ما يلزمش يضربها، ما يلزمش يهينها على خاطر حاجه كيما هذه ما تتنساش. انه في وقت عديت على مرتك راهي باش تبقى هزه الغل وقت اللي تلقى باش ترجع ترجع. والاحترام نفس الشيء، اذا كان انت احترمت مرتك باش يجي نهار وتحترمك، باش تجيك لحظات ضعف، باش تجيك لحظات معناها المراه والراجل دو مواتيي كي سو كومبليت، يكملوا بعضهم. قولوا مدام ستاتيو مراه مطلقه كاسحه شويه على مراه في تونس. المرأة القوية المثقفة التونسية ما يهمهاش في كلام الناس، فهمت؟ المرأة القوية، احنا تونسة تونسية تبارك الله علينا، فهمت؟ ما تقلقناش الكلمة. حسب رأيك علاش نظرة المجتمع للمرأة المطلقة خايبة خايبة وتوجع وتجرح؟ انا بدي نتسائل سؤال، توا راجل مطلق يقبلوها مرأة مطلقة؟ في انه انا بالنسبه لي انا نشوف انه العيب منهم الزوز، اذا كان باش نعايبوا نعايبوا الزوز، فهمت؟ والمراه المطلقه تنجم تكون هي ضحيه، راه المراه المطلقه تنجم تكون هي ضحيه. نعرف برشا نساء مطلقات كانوا ضحايا برشا حاجات، اختاروا انهم يكونوا مطلقين خير من يكونوا معناتها عايشين منغصين. نصيحتنا للنساء هذوما وللرجال اون باراليل، عارفوا تحطوا ساقيكم وكاها يعني ور نحب نعرس ونمشي نعرس وتصديره وندرى شنو. لا اعرف شريك، عرفت تختار شريك حياتك، تختارش اللي يجي.